السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أداة مجانية معتمدة إنها بتفحص الباب والشبابيك، هل في مشكلة فيهم ولا لأ، يعني هل مثلا لما يجي يفتحوا هيخبطوا في حاجة ولا لأ، زي مثلا في حد كان حاطط الفينش بالشكل دوت ونسي إن هو يعمل أوبننج ليه الباب، فهو بيبقى ينبهك إن مثلا في هنا الباب ده المفروض هيفتح على السلم لكن الترابزين عامل مشكلة وهكذا. فهي أداة ظريفة ممكن نأكد بيها على الشغل بتاعنا.